هاي جايز، تخيل وين رايحين؟ رايح اتعلم سواقة للمرة المليون، المرة من جد اللي خلاص يعني ادعوا لنا، الحين رايحين المكان اللي راح نتعلم فيه. يلا بسم الله جايز. تدرون اني ناسي كل شيء. لازم نبي البس الغبار. اخر رشفة قبل ما استغفر الله، وقتها قبل ما نموت. ليش اسوي؟ ماني متذكرة ولا شيء. اول شيء راح يكون المفتاح، هذا المفتاح، ايوه مفتاح السيارة. جيمس. شغلتها. ايوه مشد مشد شوي مشد شوي زين. طيب هذا بريك، تبي تزيدين سرعه بنزين. اول شيء نشوف المرايات يمين يسار، المرايه هذه اوكي ورا ولا ما طالعين؟ بنزين تحت خلاص اوكي الحين. اي بسم الله. يلا بسم الله نمشي. اول شيء نتاكد يمين يسار. اي اشوف المرايات. المرايات ما في احد. ما في احد. انا وين بطلع، يمين ولا يسار؟ يسار. اعطي اشاره. وين اشاره؟ هذا. اي تحت يعطي على يسار. يسار فوق يعطي على يمين. شوف الحين وين طلع السهم. يمين يسار يسار. لو بروح يمين اسوي على فكره يمين. طيب الحين اروح شويه شويه. وين على يمين؟ يسار يسار. بسم الله. انزين اشرب بنزين. ايوه شاطر ما صدموني. لا شو قاعد الى الان. خلي دخلت بين بيوت وبين سيارات، الحمد لله الوضع اوكي، بس ما ادري يتعب الموضوع. اقعد اشوف مرايه واشوف اشاره واشوف فوق واشوف تحت، لايك ايش في. الحمد لله كويس اليوم. هذا الأسبوع الفاينل، فـ I'm dead حرفياً. أحس أخيس فاينل ذاكرت له بحياتي. أحس إنه كذا ورا بعض الأشياء ما في وقت أذاكر فيه من جد. أحس الوقت ما يكفيني، يعني اليوم لازم يكون 40 ساعة مش 24، like ما تكفي. بس إن الحمد لله يعني اللي أقدر عليه قاعد أسوي and we will see. طبعاً هذا مو كلهم لأني اختبرت أونلاين، بس قلت خلونا أصور لكم الاختبارات اللي أروح فيها الجامعة وأختبر. عندي يوم الاثنين يوم الأربعاء، وادعوا لي إن أنجح بكل المواد على الأقل. يعني أنا ما أطمح للأي، على الأقل أشوف البي. أوكي ماني مصدقة متى تجي الإجازة وأقعد بدون جامعة بدون ما أشوف أي سلايد. يعني ده الترم حرفين كل شيء صار فيه أطول ترم في الحياة. الله يهديه على خير إن شاء الله. وأخليكم مع الفيديو and yeah let's go. هاي جايز، رجعنا البيت، خلصت اختبار فاينلي. انا ماني قادرة اشوف شيء غير اظافري لان الالوان واو. بس انه يا طبعا انا اسفة على صوت الثلاجة الكلبة، لان قبل شوية حرفيا دخلت يوم اشرب ماء ما كان فيه ولا صوت. شافتني اتكلم بدأت اتكلم. خير بروح اضربها واجي. يا ربي احس اني هبلة. طبعا الاختبار يعني كان let's say 70% good، وال 30% انا ما ادري ايش اسوي فيها. بس انه اول فاينل حضوري خلصنا. أيوة كنت أقول إن يعني تعرفوني أول ما أرجع من أي مكان لازم أكون جوعانة، فدانا جوعانة لازم أفطر. بس actually ما أدري إيش أفطر، like أحس إن أبغى شيء جديد بس ما في، مخي فاضي ولا أعرف أطبخ. يعني أحب الأشياء السهلة تجي، عرفتوا اللي شيء سريع توست مع أي شيء وخلاص، أهم شيء يكون حلو طعمه. أنا ماني مصدق إن باقي لي 3 سنين بالجامعة، قاعد أحس إن طاقتي خلصت للدراسة عرفتوا. مشكلة باقي لي شيء أكثر من اللي راح، فما أدري إيش راح أسوي. خلاص الحين من جد خلونا نسوي فطور لأن مسخناه. أوكي أنا أدري هذا الشيء أبدا مو جديد زي ما قلت لكم، بس لايك شو مكتوب عليه أمانة؟ It's super easy. أي شيء مكتوب عليه It's super easy راح أخذه لأنه easy.
راح اسوي ميكي اند ميني ماوس وافلز. ياس خلصنا الفطور بس باقي ارش عليه السيرب واسوي لي قهوه. قبل كم يوم او اسبوع تقريبا او اسبوعين لايك نسيت، ما حد يشرح الايام كلها ملخبطه عندي. زبده اني شريت قهوه من اي ثينك ان لولو سوبر ماركت، ظرف جاهز عرفتوا هنا مكتوب ستكس، فهذه راح اجربها معاكم. خلينا نشوف كيف يسوونها. مكتوب نحطها بالكوف بعدين نحط عليها مويه مغلي بعدين نحرك. ذاتس ات. شوفوا كيف تجي بروح. أوتش. الحين بروح أحط عليها موية حار. حطيت موية سي. أنوي بسم الله خلينا نذوقها. هي مو بشينة. بس لايك خفيفة شوي، أنا أحب القهوة تكون ثقيلة عرفتوا اللي مرة شوي، بس إنها حلوة يعني تنشرب أكيد. anyway خلونا نروح نفطر. come with me guys come with me guys. هاي رجعت البيت فاينلي. anyway خلونا نتكلم عن الاختبار. الصراحة أمس يعني المفروض كنت أراجع له وأذاكر له، حرفيا ما راجعت من مذاكرة يعني الأسبوع اللي راح، لأني يعني ما أبغى أسب نفسي بس إني حمارة، بس إنه يعني صدمني طلع يعني أحسن من ما توقعت. لايك توقعت إنه ما راح أعرف إلا اسمي، بس الحمد لله عرفت أشياء غير اسمي الآي دي. أمزح 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 والله من جد حليت يعني
say اللي اقدر عليه. اوكي صار كثير اقولها بس لان مذاكرتي ذا الترم حق الفاينل يعني سالب 1/10 والمشكله الحين باقي لي اختبار واحد ومخي خلاص ماخذ وضع الاجازه انه خلصتي تانا لانه بعيد عرفتوا الاحد واليوم الاربعاء وخلاص باقي واحد فخلاص المخ نام مثل نام خلاص يعني كذا نايم بس انه صح صح لو سمحت ابغى اعدي المواد. اوكي مخي الو مخي anyway خلونا نسوي لنا فطور الحين وتخيلوا اني نسيت اشرب القهوه طلبتها شربت نصها اكشلي طلبتها وقعدت اشتغل على الايباد وبردت نسيت اشربها راح اسوي توست مع بينت باتر راح اسوي شيء مره كيوت شفتوا الشوكليت تشيبس اللي تيجي فوق الكوكيز راح اسويها كذا بشكل قلب فيا خلونا نسوي اللي قلت لكم عليه ونسوي لنا هارت لان باقي لنا وان فاينل ونخلص لايك 90% هابي باقي 10% جايز تخيلوا والله ابغى ابكي تخيلوا انا الحين مش داهية اللي قلت لكم عنه افتح ثلاجة توست مخلص لايك طيب طلعت حل ان شاء الله يكون ذكي انه باخذ خبز حق البرجر واسوي يعني اسوي نفسي انه توست عرفتوا اكذب على نفسي ان شاء الله يطلع مرة حلو الخبزة بنفسها ميتة ما ادري ايش فيها ما ادري ايش قاعد اسوي بس اوكي الله يستر اتوقع اني اول واحدة في الحياة تسوي ذا الشيء بس يقول لكم think outside the box انا اتوقع كسرت البوكس زي كذا بس انا يا رب انه يطلع زي اللي ببالي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم I'm scared guys اشم ريحة حريق لا الحمد لله الوضع اوكي كأنه خلونا نشوف شكله مشكلة حار ما ادري كيف امسكه ماني قادر امسكه لانه حار بس شوفوا كيف صار مرة حلو كذا مقرمش اشوى الحمد لله صدق ان التوست احسن بس انه it is what it is اصلا الدائرة احلى من المربع صح؟ يس جايز ممكن انه شكل قلب اللي يتهيأ لي حرقني لتني ساكتة ترى أمانة كيف مو كيوت والله مرة نايس حبيت خصوصا القلب مرة حلو هاي بيبل يا نشاز ما أدري كيف متحملين بكرة عندنا استراحة راح نبدأ فعالية الصيف وأحس شوي مرة بدري بس حر جايز جدا حر بروح القهوة صورتها أتوقع يا الفيديو اللي فات يا الجاي لأنه مدري ما نزلتها للحين بس إنها لأنها جديدة بجبيل فبنروح ناخذ قهوة زي ما قلت لأن رحت للحالي فالحين يبون يجربونها فبنروح أجين إن شاء الله ما يقولون هذا اشتبي كيلو ناشبة بس إنه جديد هو يا الزبدة لأن أختي كل شوية تقول مكان ثاني بنروح له فقررت نحط مسكرة سالفة بريال بس إنه يعني كنت أبي أقول اول واحده تركب السياره بس انه مره متاخرين للحين ما جو تخيلوا هم قايلين انه يبون يلحقون عليه بالشمس عرفتوا اللي يعني الكافي يكون مره حلو بالشمس زبده زي ما قلت لكم اول شيء بنروح ناخذ قهوه وبعدين راح نروح اماكن كثير لايك فجاه طلعت لنا مشاوير وبرضه راح نروح نشوف كذا محلات وما ادري ايش يعني ما انا ما ادري وش بس اختي قالت زي كذا فما ادري نمبر 1 وصلت جايز اخيرا رجعنا الحمد لله وخلصنا وما ادري ايش وزي ما قلت لكم بكره الاستراحه فاشوفكم بكره الصباح اي ثينك يس yes.